ايه انا وصفتك يا اخي ما هو بس ما خلص قناه الدنيا وجاي يحورني طب خلي انه هيك خلص شيء قناه الدنيا اشرف منك قناه الدنيا وطقب من المستوى هذا اشرف يا اخي ليش على المستوى هذا يا سنتك انا دوري مش اوكي خليك بالمستوى هذا اتركه خليك بعمالتك يا يا سالم خلاص عاصم على الاسرائيليين خليك مش عارف ترك الجمله على بعضها يا سالم خلاص لا تعيد خلاص انا عندك تقارير من مرجعيات دوليه يا سالم هو قاعد مثل الاخر مش عارف انت عم تحكي بس يا خلاص اختك باذنك بس يا خلاص اختك باذنك